قبل أن تستطيع الشرطة السيطرة على الاحتجاجات في ولاية ويسكنسن الأمريكية، عادت الأوضاع الميدانية إلى التصاعد بعد أن لقي شخص مصرعه وبعد أن أصيب آخران خلال اشتباكات بالأسلحة النارية بين محتجين وعناصر الشرطة في الولاية. هذه الاشتباكات مستمرة منذ أيام بعد أن انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إطلاق الشرطة النار بشكل مباشر على رجل من أصول إفريقية أمام أبنائه في مدينة كينوشا في ولاية ويسكنسن. واندلعت في الولاية وفي ولايات أخرى احتجاجات أضرم خلالها المحتجون النار في عدة مبان، الأمر الذي واجهته الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع. فيما أعلنت السلطات المحلية في الولاية فرض حظر للتجول. وكان الغضب قد تصاعد في ولاية ويسكنسن بعد حادثة جديدة أججت الاحتجاجات ضد العنصرية والتي بدأت منذ 3 أشهر إثر مقتل الأمريكي الإفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.